انت صاحب البيزنس وانت صاحب الفكر وانت صاحب الخطوه الاولى وانت اللي واخد الريسك وانت اللي عندك الرؤيه وانت اللي متحمل المسؤوليه وانت اللي هيحصل لك مصيبه. ما تخليش حد ابدا يشككك في نفسك، ما تخليش حد ابدا يوقفك ويقول لك اللي انت بتعمله ده غلط. ده ملوش علاقه ابدا بان انت تسال وتستشير وتاخد راي، وسواء واحد صاحبك سواء واحد منتور بتاعك سواء واحد موظف عندك انت بتثق فيه، منافس انت بتحب تدردش معاه، او ايفن راي السوق. لكن ما تخليش ابدا الاراء دي توقفك، لان انت صاحب الفكر وانت صاحب المشروع وانت صاحب البيزنس وانت صاحب الخطوه الاولى وانت صاحب الريسك وانت صاحب الانيشيتيف وانت اللي صحيت من النوم وانت اللي قررت تعمل. فما دام انت عملت كل الحاجات اللي انا بقولها دي، ما تخليش حد ابدا رايه يخلي الحاجات دي تقف، يخلي الحاجات دي حتى تحيد شويه. خليك انت واثق في اللي بتعمله، انت كده كده عملت، انت كده كده وصلت لحاجات محدش غيرك وصل لها. فايا كان الكلام اللي بيتقال لك ده، لو ما كانش هو هيفيدك ويبوش يو فورورد، اعتبره مش موجود اصلا، ما تسمعلوش، عشان انت صاحب الفكره وانت صاحب المشروع وانت صاحب الراي وانت صاحب الريسك. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس تحت، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.